لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. يعني كابتن رياض يمكن يحكي او كابتن حسام، اكو مدرب او لاعب من يبطل ويترك كرة القدم يشوف انه التدريب ملل ملل السلام. مو بس ملل، لا ما يتحمله. انت ما تتحمل التدريب؟ انا ما اتحمله. انا اول شيء عصبي. ثاني شيء من يجيني شخص مثلا، وهسه خاصه الجماهير تحيه لهم، خاصه اكو بعض الجماهير ما تقدر هذا اسم وهذا مدرب وهذا لاعب، تسب وتشتم بصوره مو طبيعيه. بالمقابل انا لا تصور اني اتحمل. لا اصعد له ودعتك مش بقى شمال. اي لا لا احكيها علني. صدقني انا ما اتحمل. معروف نسب امي وابوي وعرضوا هذا، لا تصدقني انه انا اسكت على الموضوع.